معكم مع الزميل محمد توزالين. بداية موفقة لربح سادان على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة في لقائه أمام اتحاد عنابة الذي أبدى استعدادا كبيرا في هذه المقابلة بتشكيلته كاملة منذ الدقيقة 32. فتح في العمق من عباس وويشاوي، ويشاوي بالرأس والهدف الأول لاتحاد عنابة، هدف جميل بالرأس من عباس. تفوق اتحاد عنابة دام ثم دقائق فقط، بحيث بعد هذا الهجوم المنسق لاتحاد العاصمة وهذه الكرة من حاج عدلان الصويلح وأمام مجموعة من المدافعين يتمكن من تعديل النتيجة رغم وجود جبري وسلطني. يدخل صويلح بالرأس يسكنها في شباك عبد النوري حارس مرمى اتحاد عنابة. ثلاث دقائق بعد ذلك كرة ثابتة من حمدود مباشرة لرأس مفتاح يصعد فوق الجميع وبالرأس يسجل هدف التفوق، الهدف الثاني لاتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة الذي وصل ضغطه على مرمى عبد النوري، دخول ياسف، أول كرة يلمسها مباشرة لحاج عدلان، وجه لوجه وجه لوجه حاج عدلان لم يجد صعوبة في إسكان الكرة مسجلا الهدف الثالث. 3-1 في الشوط الأول. بأكثر عزيمة دخل اتحاد عنابة بتغيير واحد في التشكيلة، وانظروا هذه اللقطة، دغماني لم يرتكب أي خطأ على قلب الهجوم فنيدس، ورغم احتجاجات اتحاد العاصمة الحكم السيد جاب الله يقرر ضربة جزاء لاتحاد عنابة ينفذها بنجاح فنيدس مقلصا الفارق 3 أهداف مقابل هدفين. نلعب الدقيقة 31 فتحة على شكل تصويبة يردها عبد النوري، الدفاع يبعد الكرة دفاع اتحاد عنابة لكن الخطر يبقى على الدفاع، ومباشرة حاج عدلان العميرات يباغت الحارس عبد النوري للمرة الرابعة. هذه المرة عميرات ينجح في إسكان الكرة داخل شباك عبد النوري، والهدف الرابع لاتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة رجع بعد ذلك نوعا ما للدفاع، الشيء الذي مكن فنيدس رغم المضايقة من دغماني. فنيدس يباغت دغماني ويباغت علان مقلصا الفارق للمرة الثالثة، ورغم انهزامه اتحاد عنابة سيحسب له الحساب في هذه البطولة الاحترافية، وكاد فنيدس أن يعدل النتيجة لولا الرجوع السريع لزغدود في آخر محاولة لاتحاد عنابة.